سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ومن حزبك المفلحين، اغفر لنا ولوالدينا أجمعين، اللهم اهد أولادنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح شبابنا، اللهم قر أعيننا بنصرة ديننا، اللهم قر أعيننا بنصرة ديننا، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وأعده إلى قبضة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اجعلنا صالحين، واجعلنا طائعين، واغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وانصرنا على أعدائنا، اللهم من أرادنا والإسلام بخير فاجعل ثوابه عظيما، ومن أرادنا والإسلام بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، ودمره كما دمرت عادا وثمود، يا أرحم الراحمين، وقفنا على بابك فلا تطردنا، سألناك من فضلك فلا تحرمنا، دعوناك يا مولانا فأجبنا، يا من لا ترد السائلين، يا من لا ترد السائلين، أتيناك تائبين، أتيناك مقصرين، وسألناك راجين، لا رب لنا غيرك فندعوك، لا رب لنا غيرك فندعوك، لا رب لنا غيرك فندعوك، ولا إله لنا سواك فنرجوك، ولا إله لنا سواك فنرجوك، يا ولي النعم، يا دافع النقم، اللهم احفظ أعراض المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع القربة عن جميع المسلمين، وألف بين قلوب الموحدين، اللهم اجعلنا من أهل جناتك جنات النعيم، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم حقق إيماننا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم اهد أولادنا للقرآن، واهد شبابنا للقرآن، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم تقبل حجنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارجعنا إلى بلادنا مغفورا لنا، اللهم ارجعنا إلى بلادنا مغفورا لنا، اللهم اجعل حكام المسلمين رحمة على شعوبهم، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وتقبلنا في الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.